دكتور مصطفى، طبعا انت عارف ان المصائب في مصر لا تاتي فرادى، كثير من المصائب المتتابعه والمتتاليه، وما بنخرجش من ازمه غير لما بندخل في ازمه جديده. انا اتكلمت دلوقتي او تكلمت مع حضرتك عن هذا المخدر او شكه الدبوس، وتحدثت في بدايه الحلقه عن حبه الغله القاتله. عايز اخد راي حضرتك في هذا الموضوع عشان يبقى جمعنا بين الحسنيين. يعني الحبة بتستخدم في الانتحار، ورصدت عدد من الحالات من البنات والشباب اللي استخدموا هذه الحبة في الانتحار، وكان في انتحار جماعي في مجموعة من المحافظات. تحدثنا عن هذا الموضوع بالتفصيل. نقيب الفلاحين قال ان احنا ما نقدرش نلغيها لانها مستواها جيد جدا في التعامل مع الزراعات، وكذلك وزير الزراعة قال هنقضي على الموضوع، هنحله خلال سنة. الكلام ده في يناير اللي فات وما حصلش حاجة. عايز اسأل حضرتك ايه الحل، يعني ايه الحل في ظل هذه الأزمة، وليه لحد دلوقتي ما اكتشفوش مصل او ترياق لعلاج هذه الحبة؟ ايوه، هو الحقيقة دي فعلا دي مشكلة مهمة جدا بيعاني منها اهلنا، يمكن في الريف بطريقة اكثر. يمكن فكرة في التسمم والمبيدات الحشرية موجود من زمان، من ايام كانوا بيرشوا القطن بالمبيدات اللي هي الفوسفورية، كانت بتعمل فعلا حالات من حالة التنفس مع ذلك. لكن مشكلة تلك الحبة، الحبة الغلال، ان هي اصلا رخيصة، بتستخدم في يعني حفظ الغلال من القوارض والافات والسوس، لان هي اصلا فكره الحبه بتحصل نوع من التسام، بتتحول الى غاز، بتعمل نوع من التطهير للغلال، فبالتالي هي متوفره ورخيصه. لكن الحقيقه عندنا حاجه، وعندنا تفضل الاشاره الى كلام نقيب الفلاحين. هو مش نقيب فلاحين ولا حاجه، هو مجرد موظف حكومي بيردد كلام الحكومه، ملوش علاقه بالفلاحين. دي من ناحيه. من الناحيه الثانيه، وزير الزراعه فعلا عندنا في سنه 2019 طلع قرار من وزير الزراعه، يمكن كده من 3 سنين، بحظر التداول الا في اماكن معينه وبشروط معينه وللي محتاجها. لكن طبعا كاي قرار عندنا مجرد حبر على ورق. يبقى اذا اللي امامنا دلوقتي ان احنا بيكون التوجيه زي ما قالوا في البرلمان، يكون حظرها للفلاحين حسب الاحتياج الفعلي بطريقه مبرمجه. الحاجه الثانيه الحقيقه، لابد من اقسام السموم في الجامعات يشوفوا الشركات المنتجه المادة اسمها فوسفيد الالومنيوم، ما هو الترياق المناسب؟ لكن حضرتك الحقيقة في حاجات إسعافات أولية لازم نقول الأعراض اللي بتحصل، اللي هي بيحصل نوع من الدوخة، الرغبة في التقيؤ، آلام في الرقبة زي التشنجات في البدع، صعوبة في التنفس، اضطراب في نبضات القلب، نوع من التعرق الجهاز الشديد. الحقيقة الفترة دي لازم نلحق المصاب، لو عرفنا ممنوع شرب المية نهائي، المية هتسرع في ذوبان الحبة، ياخد اي نوع من الزيوت، يعني ياخد فنجان زيت، اي نوع من الزيوت الموجود في البيت، كل 5 دقائق فنجان. الزيوت بتحاول تلف حوالي او يعني تغلف تلك الحبه، تمنع الامتصاص السريع من عصاره المعده، فبالتالي بتاجل الوقت شويه، بتنقل للمستشفى. ولكن هو الحقيقه يمكن 60% من المصابين بيتقوهم الله ما بيتلحقوش. يعني عندنا اكثر من خط، اولا التحذير منها، التوعيه الصحيه للاعراض، سرعه الاتجاه الى مراكز علاج السموم، زائد الحاجه الثانيه وضع ضوابط للتناول، زائد الحاجه الاخطر، طالما ان وزاره الزراعه بتقول لابد عندها بديل، يبقى لازم تسال الشركه المنتجه ما هو الترياق او ما هو الانتيدوت بتاعها او المضاد لسميتها، وده حاجه ممكن تكون معروفه، المفروض تكون متوفره. الحاجه اكثر من خط بنتجه ليه، ده يمكن دور الصحه او الزراعه، لكن قابلنا دور تاني لمؤسسات الازهر، مؤسسه الاوقاف، مؤسسه الدينيه او في الكنيسه او في الشؤون الاجتماعيه او الشؤون الرياضه، اللي فكره الانتحار اللي بدا ينتشر في مصر كتير جدا، سواء من الحبه او الالقاء في النيل، كان لسه في حاله من يومين او من على اماكن مرتفع. هذه مشكله الضغوط الاجتماعيه، نسبه الاكتئاب في مصر وصلت 30% حاليا بانواعه المختلفه. يبقى ده دور الجهات المختلفه لمنع تناولها بهدف قصد الانتحار. الحاجه الثانيه، وجود علاج للي ياخدها بطريق الخطا، او وجود البحث عن بديل مناسب ليها يكون بسعر متوفر، حتى تسبب تلك الحوادث اللي ممكن اي حد يتعرض ليها بقصد او بدون قصد. دكتور مصطفى، ايه الحل بقى؟ يعني انا برضو بكلم دلوقتي ما بكلمش طبيب، انا بكلم حضرتك كمسؤول في وزاره الصحه، ويعني وكيل وزارة الصحة. ففي مثل هذه الحالات انتوا كنتوا ممكن تتصرفوا مع هذا الامر ازاي، او طلعوا له حد ازاي، ولا احنا هنفضل الناس
والبنات والولاد يموتوا من حاجه اسمها الحقن او شكه الدبوس، وكمان يموتوا من الحبه القاتله، ويموتوا هم رايحين الشغل في لان هم عماله الاطفال وهم مش لاقيين اهلهم مش لاقيين فبيشغلوهم، والولاد والبنات يقعدوا يموتوا. ايه الحل يعني؟ الحل هو تحسين الظروف المعيشيه للمصريين، لما يكون عندنا في مصر 32% يا دكتور. ده احنا حققنا طفره في الاقتصاد يا دكتور. ده الدكتور مصطفى مدبولي والسيد وزير الماليه وبيقولوا ان احنا حققنا طفره في الاقتصاد، والتجربه الاقتصاديه في مصر لابد ان تدرس يعني. كويس جدا. هيتنقل لنقطه ثانيه اخطر، عندنا ما يسمى بالنمو الاقتصادي والتنميه الاقتصاديه. النمو الاقتصادي يعني ايه؟ يعني رئيس الوزراء بيقول حققنا طفره. ما هي التنميه الاقتصاديه؟ ان المواطن يحس بوجود طفره، لكن لما تحصل طفره وبعدين تتسرق وتتنهب و5% يستخدموها، لكن عموم الشعب اللي هتصل اليها في نوع من عدم وجود عداله اجتماعيه او فساد منتشر، ده موضوع اخطر. ده كده بيدين نفسه اكثر لما يكون عنده بيقول عندي حققت نمو، والشعب اللي يحس بهذا النمو يعني في فساد، في سرقه، في عدم وجود عداله اجتماعيه. يبقى بالتالي لما كان عندنا الجهاز المركزي يقول 32.5% تحت خط الفقر، البنك الدولي يقول 60% من المصريين بيتراجعهم حول خط الفقر، البنك الدولي ماله ومال مصر؟ لان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هم اللي بيدوا لمصر القروض، فكل حاجه في مصر معروفه عندهم، مكشوفه عندهم بكل وضوح. يبقى كل تلك الظروف هي ظروف الضاغطه واللي بتعمل الاكتئاب وصل اكثر من 30% بدرجات مختلفه. فبالتالي يبقى لابد من توفير الحياه الكريمه الحقيقيه للمصريين، مش مجرد عن عناوين وشعارات لا معنى لها. يا استاذ نادر، ازاي اكون اتحكم في سلف بمنتهى البساطه؟ ازاي يكون جميع القيادات السياسيه في مصر من اسبوعين او 3 اسابيع بيفتتحوا اضخم مشروع زراعي في مصر، 2 مليون فدان في الدلتا الجديده، وفي نفس المشروع الزراعي بيتكلم على اكل ورق الشجر؟ ده الواقع، ان كله كلام تصريحات، ان الواقع هو اكل ولا الشجر مش الدلتا الجديده. يعني استاذ هندي الكلام بيفسر نفسه، يعني هو ده التناقض، لما يجي كلام متناقض مع بعض يبقى ازاي بيتكلم على رخاء اقتصادي ومش قادر يعلم، مش قادر يعالج، مش قادر ياكل، والدنيا فانه وكله نص طاقه وطاقه. هي ده الكلام كله اصلا متناقض. فهي عدم وجود عداله اجتماعيه، نسبه الفقر مرتفعه جدا، الضغوط الاجتماعيه مرتفعه جدا، وفي نفس الوقت الشعب مش قدامه مؤمل. ما هو دي الفكره الحقيقه. الحاجه الثانيه دور الصحه، حاول توفر اسعاف سريع، توفر اماكن مراكز متقدمه جنب اسهل كاد لوجود ترياق او علاج مضاد لهذا تلك السموم، وده اكيد علميا له موجود بس ما حدش بيدور. الحاجه الثانيه دور مع الاهالي، التوعيه السليمه، ايه هي الاعراض الاولانيه اللي ممكن تحصل عند من يتعاطى تلك الحبوب، اللي هي موضوع الدوخه وزاره العين وصوره في البلع والنبض يزيد والتعرق والدوخان. هو ما بياخدش وقت فعلا. ففي خلال تلك الفتره لابد من اكتشاف الحاله ويكون اسعاف سريع يجي بسرعه، شيء الحاله الى مستشفى، وربنا يعافي الجميع ان شاء الله. وربنا يكون في عون المصريين زي ما بيقول دايما وكيل وزاره الصحه الاسبق دكتور مصطفى جاويش. شكرا جزيلا لحضرتك. هيفضل المصريين من أزمة لأزمة ومن كارثة لكارثة، ويطلعوا من حفرة يقعوا في ضحضيرة، وهو ده الواقع اللي بنحياه كل يوم وبيحياه الشعب المصري.